بدي شوي عقب على حوادث المنطقه الحدوديه مع الهرمل او بريف القصير شيئا فشيئا تتضح الصوره اكثر وتتكشف الاقنعه التي وضعها حزب الله غطاء لشعارات المقاومه والممانعه خاصه بعد مقتل عدد من قادته على ايدي مقاتلي الجيش الحر في حمص وريف دمشق ما يؤكد التدخل السافر لحزب الله في الشؤون السورية ووقوفه العلني إلى جانب نظام بشار الأسد والمشاركة بقتل المدنيين قامت كتيبة البراءة جناح الأيمن لكتائب الفاروق بزرع لغم على الطريق العام الدولي ليقضي على أبي العباس القيادي في حزب الله افعال حزب الله وجرائمه في سوريا جعلته امام ازمه سياسيه داخليه بين مؤيد ومعارض حيث دارت الاحاديث في الاونه الاخيره حول انشقاقات داخليه في صفوف الحزب فضلا عن خساره الحزب لمؤيديه في الشارع العربي الامر الذي جعله في نظر اطراف لبنانيه غير قادر على حمايه المصالح الوطنيه في لبنان نتيجه تلونه ونفاقه السياسي داخليا وخارجيا حيث انه ايد الثورات العربيه في تونس وليبيا ومصر بينما اعتبر ان ما يجري في سوريا هو مؤامره ضد المقاومه بل كان شريكا في القتل بحسب ما اثبتته الصور القادمه من ارض المعارك تحليلات وتعليقات لباحثين غربيين راوا ان صوره حزب الله باتت مهتزه ومهدده مع انهيار النظام الذي يتخذه حليفا له. وارسال مقاتليه الى سوريا للدفاع عن قرى شيعيه كما يدعي تورط جعل حزب الله وامينه العام امام حقيقه باتت جليه امام الملايين في سوريا والعالم العربي بان الحزب سيدفع وامينه العام حسن نصر الله فاتوره المواقف الخاطئه مع الظالم ضد المظلوم كما يرى مراقبون وان يلاقي كرها متناميا يجعله معزولا من جميع الاطراف حتى من قلب الحزب نفسه